اش كدعمل؟ بزاف الناس قالوا لي راني شني كدعمل في الطاكوس، انا غير كنقلي الجداد، كنعمل له الملاح، السكينجبير، الزعفران، وشويه القرفه، بيرو كتعجبنا القرفه، وهذه هي اللي مكنستغناش شيلها. ناطه ناطه الطياب، كريم فريش، المهم اللي ما عندوش هذه يعمل دارون المسوس. المهم هذه هي اللي كان باش ما كيبقاش قربه. محمد شفتوها شحال ثقيله هاد الماركه؟ عجبتني باش الجداد ما كيبقاش يشاحت. والحاجه الثانيه وهي كيسو جبن، اي جبن كامل. دابا انا غنعمل هذا الجبن، ها هو هذا شريته من مارجان، غنحك الجبن. الجبن كنعمل بزاف صافي، راه شاعله البوطه انا. كنزيد معها اي لاصوص عندكم، انا غنزيد شويه لاصوص اندالوس. شوف ها هي، شوف كيفاش غيبان لكم معلم. شفتوا عمل زدت واحد ترانشيتو وحده، وغنخليوها هكا يتسهط مع بعضو مزيان. غنزيد واحد رشيشه د اندالوس بلاتي، ها هي. اللي ما كتعجبوش الاندالوس يعمل اي لاصوص، يعمل بيجي برجر اي وحده، انا كنعمل غير شويه. انتم تلاحظوا كيفاش عامل هذا الشيء، شفتوا؟ وضروري خليه يطلق شويه، ما غنعمروش دابا. والطاكوس كتعمروها، انا كنعمر بزاف ديال الطرق، انا كنعمل غير ميني طاكوس، كنعملهم على شكل اكس، ماشي كنعملهم مثلث. المهم شوف كيفاش هذا الشيء معلق، شوف هذا هو الطاكوس ديالي بصحة وراحة. المهم ها كيفاش كنعمرهم انا، شوف كنقسم كل وحده على جوج، كنعمل في واحد القنيت هيدا. انا اصلا كنقسم في الماكله، شوف هيدا كنعمل لهم هيدا، كنعمل لهم هيدا هيدا هيدا، ها هما شتو الطاكوس ديالنا. هكا كنعمل كلشي، ورقه كبيره كنقسمها على جوج بصحه وراحه.